السلام عليكم، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صباح الخير، ربي يسعدكم يا جماعات. طبعا مبارك طاعتكم اول يوم رمضان، طبعا مبارك طاعتكم، ينعاد عليكم بالصحه والعافيه ويك يعني ان شاء الله. ربي يسعدكم. هلا حاليا شوفوا، نحن الاساس كنا مخططين انه اول ما في شغل الكاميرا ونحكي معكم ونكون نورجيكم الروتين، بس سبحان الله هيك اللي دخل في بعضه. ما حبينا بصراحه. ايه ف اول ما في المهم حاليا نحن فوقنا، صلينا الظهر، صلينا العصر ونزلنا، وهلا رايحين على السوق. رح نورجيكم جو رمضان في تركيا. يو 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 يو. اوكي طبعا بس نخلص افرجيكم نحن كمان شو جهزنا بالبيت وهيك وضبطنا، وحيشكم الجو كله معنا من هون للافطار ان شاء الله. سي يو. كان ندخل بالزحمة بس ما دخلنا، قاعد هون يكون زحمة كتير. وانا كمان بصراحة، بس لا مع كل هذا هلا بنوصل لا زحمة، يعني الا مستحيل ما نصور في زحمة. راح تكمل اليوم ادور اسطنبول طريقنا من دون زحمة ابدا، مستحيل اليوم بدي ادور اسطنبول كله ولا لبين ما لا يكون زحمة واصور لكم اياها. هي جامع اسمه جامع الفاتح في اسطنبول. طبعا هذا جامع الفاتح في اسطنبول، صور لكم اياه هيك عن كاميرا الجو برو. هلا سبحان الله، كل رمضان لازم نجي على هذا الجامع لو يوم واحد. صورني اذا بدك بحكي. اوكي. كل رمضان لازم نجي على هالمكان لو يوم واحد، لازم نجي نشوفه، يعني سبحان الله. ما في رمضان عدى علينا تركيا الا ما جينا على هذا المكان. اي والله هيك بنجي، بس هيك ندخل شوي بنفتل هون، بعدين بنطلع بنشتري شوية اغراض، بعدين بنطلع. طبعا هون خصوصي هاي المنطقه بالذات، منطقه فاتح في اسطنبول، هاي المنطقه تقريبا اكثر منطقه يعني فيها جو لجو اسطنبول، لجو سوريا، يعني ايه لجو سوريا. رمضان لجو رمضان لجو رمضان عفوا جو رمضان. ايه انت كمان. انا دخلت وطلع يعني انه انا دخلنا ببعضنا واكوزا. المهم يا جماعة، الله احنا بجامع فاتح، رح نطلع من جامع فاتح نروح السوق نشتري شوية اغراض. قلي صوتك بس ما سمعناه ورجع عيد. ربي يسعدك يا جماعة. هلا رح نطلع هون احنا من جامع فاتح، ندخل على السوق نشتري شوية اغراض وبنكمل معكم. يلا طبعا الله رح نفوت على السوق الفاتح. السوق الفاتح، هاد سوق الفاتح طبعا. انا اظن كل السوريين اللي باسطنبول بيعرفوه. نعم. كان امبارح لازم ننزل معنا على رامي. اي والله كان لازم. طبعا اسمها رامي، منطقة رامي منطقة فشيخة اكتر، فيها شغلات كمان. احنا نزلنا اخذنا يعني اغراض اكتر. ندخل اول شيء على الفرن. كان اول شيء على الفرن هذا الله يسر. هاي هون اخذنا المعروك حاليا، وهي اخوي محمد هون عم ياخذ. هذا هو المحل، شوفوا لو اكله مو طيب كنت ما بسوي له اعلان مجاني.
بس اكله طيب. هون طبعا الشاب طلع معرفي عراس الله يكرمك يا رب. ها ما في ماشي كيف بياع حلو في معجب مزبوط هون فاتح بياع حلو في بس سراي وانا شايف رح ننزل على سراي. ربي يسعدكم يا جماعة. حاليا طلعنا من سوق فاتح. طبعا سوق فاتح زحمة كتير ونحن جينا بوقت متأخر يعني ما في ولا شيء من اللي بدنا اياه فما جبنا غير هون في شو اسمه كرواسون معروك كرواسون لا معروك اوكي معروك معروك وكعك سخان وبس. وهلا حاليا طالعين هو بوب نعم انه غبي يتقدم الغبي الثاني يتقدم وها نحن محنا هذا الغبي وهداك هذاك طلع اوكي طلع عم نستنى هذا يطلع لحتى نقول يا رب اوكي ربي يسعدكم. هلا حاليا طالعين على اكسراي طلعنا من فاتح رايحين بطريق اكسراي على حكي اخوي محمد انا ما لي حس اكسراي حس خيطفني. وصلنا على كيك اكسراي بس نحن جايين على يوسف باشا مو هذا المعروف من سوريا اخوي محمد باشا هذا هو كنا دولي غالي هذا المعروف كما كنا قبل يا جبار يا جبار عمار كل لي حبيبي خلاص حبيبي الله يكرمك قلبي كيلو يعني بصور بيه ولا يا جبار يلا يا جبار يا كريم يا جبار يا كريم يا جبار يلا خلاص لا جايين والله جايين حبيبي بكره رايحين بكره رايحين الله يسعدك. ربي يسعدكم يا جماعه. حاليا هلا طلعنا من اكسراي ما صورنا لكم تحت غير بس فوق المعروف بس جبنا كمان حلو هذا هو بس كان زحمه كتير 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 يعني زحمه لدرجه لدرجه ما بتصوروها يعني زحمه بكل معنى الكلمه. اوكي كان في عنا مشوار ثاني لازم نطلعه بس ما طلعنا خلص تأجلناه لبكره. هو لعند رفيقي عابد كان لازم نطلع لعنده انا متعود اطلع كل اول رمضان لعنده فراح اليوم هيك هي طريق الرجعه عم نرجع حمودي نحن لا بنروح هنا الله البيض عم نرجع على البيض طالع جاي على البيض حاج رح نعدي عين عند عمي هلا مثل ما قلت لكم كيف شوف الطياره كيف شو شفتي انا احكي الصدق صراحه سيكارة في الجناب ما سيكارة والله قهوة ما يخطر على بالي بس ثلاث أربع مرات أمد إيدي على جيبي أطلع وين الباكيت يعني إنه واحد طلع هيك إنه بده يشرب بس بعدهم بتذكر إنه رمضان والله الزحمة بدنا تقريبا شي ثلاث أربع ساعة لنوصل للبيت ترى بدنا مسافة هلا زحمة زحمة ابو حميد كسر انت سالم صاحي انت والله اول يوم سكران بصراحه يا جماعه في شغله هلا هذا الفيديو بعرف انه يمكن كثير معفسين فيه انا وياه عم نحكي حكي عم نحكي حكي شيء له علاقه بالموضوع شيء ما له علاقه بالموضوع شيء موجود شيء مو موجود بس عم نحكي هيك اي حكي
فربي يساعدكم يعني استحملونا. هو بس هذا اول فيديو بس سيكارة وشفت قوي صغيرة بعد شفت قوي هيك. اقسم بالله بس والله يعني حاليا ان شاء الله ضل الاضيان 5 دقائق 10 دقائق 10 دقائق ضل يعني هاي الاكل والله هذا هو الاكل يعني ربي يساعدكم. هلا هو كنا ما نصبره بصراحه لاني لا عادي هي بس يعني انه صفرة رمضان بس لا ترى رمضان يعني اوكي طبعا فتوش طبعا باليوتيوب بطاطا. باليوتيوب انا كنت ضد الفكره بس باليوتيوب في كتير عالم عم بنزلوا هيك شغلات وهيك عرفت في طبخ في تعليم الطبخ والامور هي يعني شيء طبيعي يعني انه ننزل هيك امور عرفت شلون؟ طبعا متواضع فتوش بطاطا متبل حلويات معروك هذا المعروك اللي اخوي محمد بياكل سوري هذا لا اخذناه على الطريق هذا ورجيتوني شو عم تاخذه طبعا هون اوزي شوربة العدس سلطه جديده اول مره بسويها تبوله بطاطا وما بطاطا ما بعرف ايش من ناريه بطاطا اكثر شيء هاي نحن كثير بنحبها جماعه هاي برمضان اخذوها اليوم هاي برمضان هي بتكون وجبتنا الرئيسيه الوجبه الاساسيه هاي بتكون يعني وهذا شو اسمه شراب خيار بلبن اوكي وهي الوجبه الاساسيه هون هاي الوجبه الاساسيه اللي طبعا نحن بنشربها نحن بنشربها بالكاسات قلنا لكم قبل هالمره انه نحن انا واخوي محمد ما بتوفي معنا فنجان فبنشرب بالكاسات طبعا هذا الفنجان لي فنجان لكاسي اللي كاسه لاخوي فنجان لامي وهي المي وهي تيمو نايم تيمو طلو تيمو هيك بصعد تيمو حيوان الله مستنى الشيء يا شيخي الدنيا يا شيخي الله أكبر الله أكبر هي لما كنا صغار شط كنا نسويها كثير الله أكبر عاد مستفزة يلا معناته هسه بده يقضينا ها كمان بده شوية قضين؟ ايه الله اكبر الله اكبر الله حيه قضينا طبعا هلا بعد الفطار تمام سيجارة رامي طبعا انا بشرب قبل الافطار مع الاسف الشديد اما رامي بعد الافطار هلا الوضع عنده لوز كون الله بسافر هو بالعالم الثاني الله حاليا اول زحمة امورك تمام خاي عبطير ابطل لازم نبطل طبعا هون امي هون شكلها الطرف هون في امي شوف ماما خلصت مو خالص انت رحت بالله ماما الله فيك سكي التليفون صوريني جرامي تمام هيك مونيكا مهم يا جماعة ربي يسعدكم هاي كان أول يوم برمضان تمام وصلنا معكم للإفطار تمام وفطرنا وزبطنا وضعنا وحبينا نشارككم هذا اليوم مع إنه دخلنا برمضان وخصوصي يكون أول يوم هيك معيشكم أجواء رمضان هيك عرفتي شلون وأحبكم كثير كان معكم محمد شوفكم إن شاء الله فيديو جديد وسلام عليكم بشوفه ناجح نجاحه غامض بنجاحه هاد كم واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقة